بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والفخامة أصحاب السمو والسعادة السيدات والسادة الحضور الكرام أحييكم وأرحب بكم جميعا في منتدى الدوحة في دورة انعقاده العاشرة يجيء اجتماعنا هذا العام في ظروف شديدة الصعوبة لأن العالم يواجه زلزالا اقتصاديا وماليا يستحق الدرس والبحث مما يتعذر معه على أي مؤتمر أو أي منتدى أن يقطع برأي أو يعلن قراراً في قضايا قد تكون محددة وقد تكون تفصيلية فنحن جميعاً مطالبون بمتابعة ما يجري على مواقع القرار الدولي والإنتاج العالمي والأسواق المتعولمة بمنتهى الجدية والحرص لأننا أمام لحظة تغيير كبيرة يقتضيه استقرار العالم وأمنه وسلامته ومن المتناقضات أننا الآن عند درجة من التقدم العلمي والتكنولوجي والنمو غير المسبوق في توافر السلع والخدمات ورؤوس الأموال وذلك يعطينا أسباباً تدعو إلى الإطمئنان على المستقبل لكننا من ناحية أخرى نشهد في كل أرجاء العالم المتقدم والنامي على السواء ما يدعونا إلى القلق الشديد لما نشهده من اضطرابات عنيفة فأمامنا عالم متقدم تتعرض مجتمعاته للمخاوف على أمنها الاجتماعي وعلى التطلعات المشروعة لأهلها فهذه العوالم المتقدمة تصورت خلال عقود ماضية أن عصور الحرب التي عانت ويلاتها قد انقضت وإنها قادرة على الحياة في رخاء متصل مضمون لا يهدده كساد أو بطالة وفي نفس الوقت فقد كانت الدول النامية التي حققت قدراً من الاستقلال الوطني تتطلع إلى مستقبل تراه أمامها وقد توفر لها ما تحقق لغيرها من السابقين إلى التقدم وكانت تظن أن في استطاعتها الاعتماد على مواردها الذاتية وعلى مساعدة المتقدمين بواسطة هيئات ومنظمات عالمية للتكافل قادرة وكفأة تساعد خطاها وتؤمن حركتها نحو المستقبل لكن الحالة الراهنة في العالم كما نراها تواجه الجميع بتناقض حرج فلا دواعي الاطمئنان متوفرة وقائمة لدى المتقدمين ولا دواعي الأمل مؤكدة ومضمونة لدى الساعين للنمو وذلك يضع العالم مفكريه وصانع القرار فيه أمام تحد شديد التعقيد فلا نحن أمام خطر عالمي مدمر ولا نحن أمام وضع استقرار عالمي مطمئن وفي تقديرنا إنما نراه أمامنا سواء في مجال السياسة أو في أحوال الاقتصاد والمال له دلالات أساسية مؤداها أنه إذا كانت الحقائق الكبرى عن أسباب التقدم ظاهرة وإذا كانت التقلبات السياسية والاقتصادية وفي أسواق المال والممارسات السياسية مضطربة فمعنى ذلك أن الخلل في هذا التناقض بين الحقيقي الذي يدعو للإطمئنان والحاصل الذي يدعو للقلق موجود في النظم وليس في الأصول وفي الإدارة وليس في الإمكانيات وفي المحصلة وعلى هذه الأسس فإن ما ننتظره من هذا المنتدى ليس قرارات تصدر في أي قضية من القضايا فذلك في رأينا يتأثر بأحوال السيولة الحقيقية التي تهدد التماسك الاقتصادي العالمي إلى جانب أساليب الممارسة السياسية السيدات والسادة إنكم في هذا المنتدى تواجهون جدول أعمال حافل بالقضايا الهامة عالمية وإقليمية ومحلية ولكن
دعوني أذكركم إن كل ما يشغلنا من قضايا ومشكلات مرهون بالإطار الأوسع، ومع إننا لا نستطيع الانتظار في كثير من المشكلات حتى تنجلي القيوم التي تتراكم حولنا، إلا أننا نرى أن حركة هذا العالم المتصل ببعضه على نحو فريد في التاريخ لا تستطيع أن تجد حلولاً أنجح وأفضل إلا في أجواء مستقرة وأحوال منتظمة، بحيث يقدر كل منا على التخطيط السليم على أساس رؤى واضحة وقواعد يمكن على أساسها إجراء حسابات متوازنة. وقبل أن أنهي، لا بد أن أتطرق بإيجاز شديد لما جرى فجر هذا اليوم من أعمال قرصنة إسرائيلية ضد متضامنين عرب وأجانب حاولوا كسر حصار غير إنساني وغير عادل مفروض على أهلنا في قطاع غزة، لا لسبب إلا لأنهم مارسوا حقهم الديمقراطي في الاختيار. إن الجرائم التي ارتكبت فجر اليوم في حق المدنيين المتضامنين مع شعبنا تذكرنا جميعاً أن هناك حصار غير عادل وجرح مفتوح ينزف في القطاع، وإن كل من يتحدث عن الحرية والعدالة والديمقراطية مطالب الآن بفعل شيء لكسر هذا الحصار حتى لا تذهب دماء هؤلاء الأحرار سدى. هذه شكراً. شكراً. هذه رسالة موجهة أيضاً للدول العربية التي أوقفها هؤلاء الأحرار أمام ساعة الحقيقة. أتمنى لكم جميعاً وللمنتدى كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.